مرحبا، يعطيكم العافية. احنا الان معكم في فيديو جديد عن قارة استراليا. هذا الفيديو من امام مبنى برلمان في مقاطعة فيكتوريا. هذا البرلمان كان اول برلمان لاستراليا، وشايفين هون في علمين، هذا علم الاسترالي وهذا علم الابوريجينال، وهذا بتشوفوه في كل الاماكن تقريبا هون الحكومية والخاصة، انه علم الابوريجينال موجود على معظم الاماكن. استراليا هي بلد، بس القارة الاسترالية فيها حوالي 27 دولة. القارة الاسترالية تعتبر اصغر قارة موجودة، وجزيرة استراليا تعتبر اكبر جزيرة في العالم. طبعا اكبر مدينتين مش العاصمة كامبرا، اكبر مدينتين اللي هم سيدني اكبر مدينة، والثانية اللي هي ميلبورن. وميلبورن تعتبر ثاني اكبر مدينة في العالم فيها يونانيين بعد مدينة اثينا. يعني الجريك دياسبورا هون اكبر دياسبورا في العالم بعد مدينة اثينا. طبعا في ثلاث محيطات في حوالين القارة الاسترالية: المحيط الجنوبي والهادي والهندي. في من اكثر 25 ثعبان سام في العالم، 21 موجودين من هون، منهم موجودين هون في استراليا. واكثر ثعبان سام في استراليا اسمه ثعبان التبان، سمه ممكن يقتل بضخه واحده 80 شخص. طبعا العناكب، في كثير عناكب، معظم العناكب السامة موجودة في استراليا، اذا مش كلها على الاطلاق. في ثعبان عنكبوت اسمه سيدني سبايدر، هذا معروف انه سمه ممكن يقتل الشخص، اللدعة تبعته ممكن يقتل الشخص خلال ساعتين. طبعا اهم الاختراعات الاستراليين زودوا العالم فيها، اللي هو الصندوق الاسود اللي موجود في جميع الطيارات، راديو السيارات اللي كلنا بنسمع له، الاسبرين، البنسلين، واجهزه انذار الدخان الحريق الموجوده في البيوت. طبعا شكر للاستراليين على هذه الاختراعات اللي قدموها للبشريه. في حوالي 10 صحارى في مدينه استراليا، او في دوله استراليا عفوا، بتشكل حوالي 18% من الدولة، مساحة الدولة. نهر دارلين اللي هو أطول نهر موجود في القارة الأسترالية، طوله حوالي 2793 كيلومتر. في أشجار كثيرة وأنواع كثيرة مش موجودة غير في القارة الأسترالية، ومنها شجر الجيمبي جيمبي، وهو أخطر أنواع الأشجار، لأنه بيعمل زي مادة لزجة على أوراقه، إذا واحد لمسها ممكن يتسمم بكل سهولة. في شغلة غريبة اكتشفتها عن مدينة ميلبورن، وأول مرة بعرفها، نظام الثمان ساعات عمل، 8 hour work. هذا النظام أول ما طبق في مدينة ميلبورن سنة 1856، أول مدينة في العالم طبقته، وبعدين العالم كله بدأ يطبقه. فشكرا لمدينة ميلبورن اللي طبقت نظام الثمان ساعات عمل، كان لسه بنشتغل الله أعلم 12 ساعة ولا 14 ساعة. طبعا في كمان معلومتين صغار هيك لطيفات. اكبر عدد جمال بريه في العالم موجوده في استراليا، حوالي 1,000,000 جمل موجود في الصحراء الاستراليه. وللعلم انه عدد الكناغر في استراليا ضعف عدد السكان، يتجاوز 40,000,000 كنغر. كل ايامكم انبساط وسعاده، ونراكم في فيديو جديد، ونحن رايحين على البرلمان. أعجبتكم القناة، بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب، لايك، كومنت وشير.